قصة مثل قل للمليحة في الخمار الأسود هي قصيدة غناها كبار المطربين، وهي قصة حقيقية للشاعر ربيع بن عامر التميمي الذي لقب بمسكين الدارمي، وهو شاعر أموي من الكوفة، من مشاهير الشعراء في ذلك العصر ومن المقربين إلى الخليفة الأموي. شهرته هذه جعلته ميسور الحال، يتمتع بالعيش الرغيد. كان مشهورا بظرافته وسرعة بديهته وشعره الغزلي للنساء، لكن عندما تقدم به العمر اعتزل الشعر وتفرغ للعبادة والصلاة والزهد، وصار يتنقل بين مكة والمدينة. وفي إحدى زياراته للمدينة المنورة التقى بتاجر من العراق جاء إلى المدينة يبيع الخمر النسائية العراقية، وباع كل الألوان إلا الخمر السود، فاشتكى إلى الدارمي كساد بضاعته لهذه الخمر، فقرر الدارمي مساعدته بكتابة أبيات من الشعر، واختاروا صوتا جميلا لغنائها. جاء في تلك الأبيات: قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك المتعبد، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى قعدت له بباب المسجد، ردي عليه صلاته وصيامه لا تقتليه بحق دين محمد. بعد تلك الأبيات انتشر بين الناس خبر أن مسكين الدارمي قد عاد إلى الشعر والغزل وعشق فتاة ترتدي الخمار الأسود، فتهافتت النساء على شراء الخمر السود، وباع التاجر كل ما تبقى لديه منهم وبضعف الثمن، فعاد إلى دياره سعيدا، وعاد الدارمي إلى نسكه وعبادته. رد بعض الشعراء على هذه الأبيات، وكان منهم الشاعر التنوخي والذي قال: قل للمليحة في الخمار المذهب أفسدت نسك أخي التقي المترهب، نور الخمار ونور خدك تحته عجبا لوجهك كيف لم يتلهب، وجمعت بين المذهبين فلم يكن للحسن عن نهجيهما من مذهبي. تعتبر الأبيات التي كتبها مسكين الدارمي هي أول إعلان تجاري في التاريخ. إذا أعجبك الفيديو يمكنك الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد.